السلام عليكم يا جماعة الخير، لأول مرة أسوي تحدي بهذا الشكل. أغلبكم شاف بالعنوان وفهم شو السالفة، لكن نشرح لكم. تحدي يا جماعة الخير، أفوز بفورتنايت وأنا راكب التاكسي، وبالحقيقة لازم أكون داخل التاكسي طول الوقت، وهذا التاكسي قدامك. أيوة بدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يستر. السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة الخير، الآن أنا بالسيارة، الآن بنحرك، يلا مدير صبر المدير، الآن بنحرك، بتكون في رجة بالكاميرا، بنحاول نثبت، حطوا ببالكم إنه في عداد، صور العداد اللي بيصلخ لي كل إذا تأخرت، أيوه روح يمين، في عداد، تمام؟ خليك سريع، ترى معي مصور بيجرطني، يا جماعة الخير، اللي بيصير إنه نت جوال، وجالس واللابتوب بظهري، الفريمات معدومة، حر ورا، المدير بيصلخ لي بالسعر، يمكن يتفائش الصوت ما أدري في مشاكل أو لا، لكن نقول إن شاء الله. التحدي هذا إذا ضبط يا جماعة الخير وسويناه وشفت دعم عليه لكم مني وعد هذا لو ضبط التحدي وسويناه وشفت عليه دعم، التحدي اللي بعده راح يكون بدينا فورتنايت، العب بدينا بشاحنة، التحدي اللي بعد دينا راح يكون بهليكوبتر. والله يا جماعة أروح دبي أصور لكم بهليكوبتر. عشان كذا إذا أنت الآن جاهز معي عزيزي المشاهد نبدأ ندخل أول جيم لنا، لا تنسى اللايك، إذا أنت ما ضغط لايك اضغط لايك، أنا أبغى نفجر المقطع. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا اول جيم، نلعب فقط بسيارة التاكسي، واحنا الان بسيارة التاكسي وشكل الكام بترج اليوم، والله يعيدنا يا جماعة. يا ويلو انا متوتر يا ركان، وما دخلني هنا دنك سكرين، واضح البنك 300 وهذا عكس الطريق، ممكن انا افوز؟ ما في ايوه كلام، اكيد فوز مدير كلام. سوي لايك سوي لايك سبسكرايب سبسكرايب شباب سبسكرايب مدير SXB شكرا. بدينا. طيب يا جماعه يبغى لي تاكسي، الله ياخذ المصور هو اللي جاب فيني العيد، والبنج مرتفع مره. اوكي لقينا تاكسي يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم نبدا رحلتنا الان، نبدا بسم الله. الكام تهتز مدير، شويه ما في سرعه يا عيال. الان انا معاي لوت وانا داخل التاكسي، لازم اعبي بنزين ولازم اصمل الى النهايه وانا بالسياره، ممنوع اني انزل منها، لازم افوز بالجيم. بنجي مرتفع، اللابتوب حرق فخذي، الاضاءه حرقت عيني، بس باذن الله صاملين باذن الله. اوه في واحد صوت مدير، صوت دقيقه، معي لاق تكفى، عندي لاق، تكفى ما يطلق الشنطن. اوه الاول، ليتس جو مدير 100 واحد نظر، روح كويس، ايوه راح الاول. طيب اوه التاكسي بيخرب يا صديق، جوني واحد انا ميت يس. اسمعوا شباب، منيت خسرت اول جيم، جي لقمنا قفرك. طيب يا جماعه بدا الجيم الثاني الان، ويا رب. اوكي يا جماعه حصلنا تاكسي، بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين، يلا مدير حرك. تدرون وش الصعب بالتحدي يا جماعه الخير؟ الصعب ان عندي بكتلوس ولاق انا احس فيه غير طبيعي، يعني ماني قادر، وكل شوي يشبكني على نت جديد، كثرة تغير النت يسبب لي لاق مش طبيعي، صعب مرة. توقعت إن في أمل، طلع الموضوع صعب. جربت التحدي وأنا في البيت الحالي، في أمل لإني ألعب نت مرتاح فيه، لكن شوف بنجي كم، بنجي 600 البنك، شوف الناس تي سي ولا موبايل يصفط. والله لاق، قسم بالله انه لاق مره، لاق ماني قادر. هذا تاكسي ماشي، تكفى خلي السياره، يرحم امك يا تاكسي، خذني لها يا تاكسي، مدير امشي خذني لها بسكتك، ناخذ عطر رومانسي، روح سيده
الله يلم يا مامي مدير يا ربي مدير امشي امشي مدير امشي امشي يا مدير امشي امشي يا مدير امشي امشي يا مدير امشي 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 الله ياخذكم الله ياخذكم. انا وين السبلاش؟ لا 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 مو بوقتك مو بوقتك مو بوقتك. ناصر يدق علي يفصل علي. لا يدق علي لا يدق علي لا يدق علي يفصل علي لا يدق علي يفصل علي. النت البنك البنك مرتفع البنك مرتفع قاعد اتعذب. ناصر لا تدق علي تفصل علي النت الجوال. لا تدق لا تدق فصل. الله يلعنك يا ناصر. يمين ايوه يمين انخرش. طيب قنع بي بنزين. اوكي على الاقل الى الان صاملين على الاقل الى الان صاملين. ما معي شلدات والله اني بموت. لا 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 اوكي شكلي بلقم شباب. لا والله لا يس ليتس جو. اوه اختك شعقي بينكسر. بدلت كاسي سريع. حلق 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 النت النت حلق. ابغى شلدات يا اخي. دخل امه سمنه سمنه. لا 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 جاني الموت جاني الموت يا شباب. يا جماعة والله إذا أنتم تطلعوني أقسم بالله أن أصعب تحدي أسويه في تاريخ بدايتي للقناة. صعب مرة مرة صعب. المرة هذه بلعب سيف خلاص عطيتهم وجه. والله العظيم لأحاول قدر المستطاع أني ألعب كأنها بطولة. بألرق بالتاكسي ما راح أنزل من السيارة. فأزبل لو ما أتبع أحد أمشي على الأقل أجمل. كل ما جاني واحد شقني ماني قادر. يوه في واحد. والله هذا هذا معليش مدير معليش مدير انا موت انا موت. هاي مشكلة هاي مشكلة. انت يبي يضرب انا ما في ناس. العداد شوف كم وصلنا العداد 37. لا لا معليش معليش هنا معلوم ايش هذا نفر كله حيوان هنا حيوانات انا مسكين. شوف مدير انا يركب تاكسي هنا تاكسي لازم فوز. انا حقيقه تاكسي انا هنا يمشي سيده انت ايش تسوي سيده. يا سلام عليك. انا يمين انت يمين ممتاز. كلام لايك يا شيخ لايك كويس. شباب شباب 100 شباب 100 100. اوه يا الله انك تفكني شرهم. العالم زابنا في اخر الماب. ايش فيه ايش فيه يا شيخ ايش فيه. تدري كيف بلعب الان؟ الزبنه الزبنه داخل الزون الزبنه في البوش. تروح حمام الشباب بيروح حمام الشباب بيروح الحمام ما في مشكله. انا بوقف هنا لين ما يجيوا. احنا عندنا رول بلاي رول بلاي بس ان شاء الله ما يطول لان الزون جاي. ها والله يا يعني لازم اجيب فزعه بعد الجيم. اقسم بالله اذا الجيم هذا ما جملت بجيب فزعه. يا تاكسي وين رحت يا صديق. والله ان صديق طول وما جانا. خذ لفه خلهم يشوفون يا المصور. يلعن مصور الزق. خذ لفه غبي. جاني جاني واحد جاني واحد بس ما اقدر اتحرك. صديق وينك يا صديق شكل سحب علينا. اسمع 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 اذا تحرك الزوم بعد 10 ثواني وما جت رب تنقز تحرك السياره. والله ماني دخل. يا شكل نبدا نجلد يا عيال. وينك يا صديق؟ صديق الزون جاي. في ناس تطلق عندي انا حشران تصدق. جا يلا صديق زون يجي. اركب اركب يجي زون. ها في حمام؟ ما في؟ ها؟ حمام في موجود؟ ما في. اوكي ما في. في طق قدامي يا جماعة. أنا لا أرى أنا لا أرى لا أرى. يا تاكسي يا صديق خذني لهم. يا تاكسي السلام عليكم. أنا مشغول مرة مشغول على ذنبكم. والله أني مستعجل ما قدرت كيبوش ما قدرت كيبوش. حلو حلو باقي 16 يا جماعة باقي 16 واحد بالجيم. أنا داخل الزون أحاول الآن بس أزبن الزبنة الزبنة. عندي خطة جامدة عندي خطة جامدة يا عيال. أسوي نفسي ماني راكب السيارة. ايوه كذا بس خلاص. مدير وقف وقف هنا شويه بس وقف. يا عيال تكفون يا عيال باقي 17 في الزون. ها واحد جاني
يا جون يا ربي يا ربي انا لازم فوز جيم راكب تاكسي انت معلوم انت تاكسي بس معلوم مش مشكله هذا مشكله كل شوي زياده يا جماعه عطنا الكام عطنا الكام شباب والله معي مخرج من الزباله هذا نفر خربوطه ما في معلومه تصوير متاكد قبل التصوير لازم اسوي خطه بروح ريتيل لازم اروح ريتيل بسم الله يلا يا رب توفيقك باقي 13 بسم الله بسم الله يا مدير الله اكبر كلام الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في نفرات يا مدير يا رب العباد يا رب السبرا بغير السيارة باقي دمي 200 دمي 200 يا جماعة لازم تاكسي جديد تاكسي تاكسياتي تاكسياتي عيالة واجيب الجيم وين عيالة واجيب الجيم وين عيالة تكفون التحدي تكفون تكفون يا جماعة لو أجيب الجيمون يا مستجيب الدعاء مدير كلام يا رب أنا أفوز يا رب أنا أفوز اللهم اجعلني أفوز كلام أنت أمين ها يا رب أنا أفوز يا مستجيب الدعاء وفق كل من حط لايك يا ربي ومن استخدم كودي يا رب وفق صديق يا رب الجنة يا رب واللي حط السكس بي الله يوفقهم باقي ثمانية باقي ثمانية باقي ثمانية باقي ثمانية باقي ثمانية حشران خطة إنك تقعد في السيارة كاملة خطة إني ما أتحرك الحين أنا وقفت الصديق وقفت نفسي أنا داخل الزون باقي سبعة والله تعبنا يا جماعة أبغى أفوز أقسم بالله تعبت قاعد أحاول أشبك جبنا قطع يعني حرام لو ما فزت وعد مني لو نجحت حركة المقطع هذا وشفت إنه تعب يستاهل دينا وراه لك أكثر بإذن الله عشان فسحة الفيصل فيصل أنا أخو ما في فسحة صح باقي خمسة ركام باقي خمسة يا ركام والله اني متفوق ما عمري تجلو تركب هليكوبتر هليكوبتر وما بالجو على الاقل هليكوبتر اقعد اقدر اقعد اطير فوق مرة فهمت؟ ايه يعني عادي لكن التاكسي يب صح صح يفوكسوني بالارض ما اقدر ازبن باقي اربعة قاعدين يطقون هناك ناس معرقين الله يستر يا رب يا رب في معرق في الجيم في معرقين بالجيم يا اخي تكفون 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 موتوا كلكم تجيكم من فوق يلا يا رب انك ترزقنا نسوقنا بالجيم بس في واحد هنا والله سمعت صوته تكفى اذنف امشي باقي ثلاثة هناك واحد يا رب زون عندي انا بالزون بعد مني بعد مني لا تركب التاكسي لا تركب التاكسي لا تركب التاكسي انقلع انقلع امشي امشي لا 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 ابعد 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 التاكسي بانجلط حلقة جديد والله يعني ما هو حقب نفسي بس ان شاء الله بإذن الله بإذن الله باقي اثنين
انا فلوس كلام الحمد لله الحمد لله والله دعوت المستجابه الحمد لله والله السوق الخير والله انا ربط كفرني كفرني يا جماعة الخير خلصنا التحدي اللهم لك الحمد اعتذر يدي قاعد ترتجف الان والله العظيم الجنون قد ايش تعبت عشان اخلص المقطع هذا شكرا للاسطورة والاسطورة صمل معاي ما قصر حبيب الملايين حبيب الملايين شكرا يا مدير انت الى هنا وصلنا لنهاية المقطع الله يسعدكم اتعلمونا من اللايك والله بنتحمس مرة نحن نسوي لكم اكثر اكثر محتوى ونتعب عليه الله يعطيكم العافية اذا حاب تدعمني الاشتراك بالقناة ترقبوا الجديد مع السلامة يا جماعة. We'll be right back.